عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمفيد في الرياضيات المستوى الرابع. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 99 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس رقم 25 من الوحدة السادسة بعنوان التناسبية. نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 3. التمارين خاصة بالحصة الثانية من هذا الدرس. إذا أحدد جدول التناسب من بين الجدولين، ثم أحسب معامل التناسب وأكمل. إن جدولين، الجدول الأول خاص ببيانات إعداد علب العقيق للبيع، والثاني خاص بتعبئة علب التمر بإقليم آرفود. هنا غنشوفوا كيفاش يعني العلب اللي كنعمروا بالتمر وعدد الثمرات، وبالنسبه للثانيه غادي نشوفوا العلب وعدد العقيق. اذا الاولى عندنا هنا ثلاثه د العلب فيهم 60 عقيقه، عندنا هنا 6 د العلب فيهم 120 عقيقه. اذا باش ننتقلوا بعد، هنا كاين واحد الخطا في الاسهم في الكتاب، راه العكس باش كننتقلوا من السطر الاول للسطر الثاني في هذا الجدول. يعني باش ننتقلوا من 6 من 3 ل 60 راه الضرب وليس القسمه، ونفس الشيء باش ننتقلوا من 6 ل 120 راه الضرب. وإلا انتقلنا من أعداد السطر الثاني لأعداد السطر الأول راه القسمة. إذا 60 نقسمو على شي عدد باش نحصلو على 3. إذا أول شيء قلبوا الأسهم هنا. إذا معامل التناسب هنا هو 20، نضرب 3 في 20 نحصل على 60، 3 في 20 تساوي 60. نفس الشيء إلا قمنا بقسمة 60 على 20 تساوي 3. إذا معامل التناسب هنا هو 20، 3 في 20 60، 5 في 20 100، 6 في 20 120، 8 في 20 160. بيانات خاصة بتعبئة علب التمر بإقليم آرفود. هنا نشوف واش كاين عندنا شي معامل تناسب. إذا باش ننتقلوا من 1 ل 60 كنضربوا في 60، 1 في 60 60، 2 في 60 120 وليس 100، 5 في 60 180 وليس 130. إذا أعداد هذا الجدول أو الجدول الثاني غير متناسبة، وبالتالي لا يمكننا ملء باقي الجدول. إذا قالك في الأول نحدو شكون هو الجدول اللي ثم أحسب معامل التناسب وأكمل. إذا الجدول اللي أعداده متناسبة هو هذا الجدول الخاص ب يعني علب العقيق، وكملناه ومعامل التناسب هو 20. أكمل ملء الجدول محدد بعد تحديد معامل التناسب، معامل التناسب هو 20. ننتقلوا الآن للتمرين رقم 4. أن أفيون هليكوبتر أفولي بوندون 5 أور parcourant 1350 km. Je calcule la vitesse moyenne de cet avion. أحسب السرعة المتوسطة لهذه الطائرة. السرعة المتوسطة هي المسافة على المدة الزمنية. السرعة تساوي المسافة على المدة الزمنية. عندنا دو فيتيس ايغال لا ديستانس سور لو طون. Alors, la distance égale 1350 sur 5 heures. Alors, on dira l'amélioration, le quasiment la division. On va dire que la 270 km par ساعة. Et dans le sens de la متوسطة de la taïra, il y a 270 km par ساعة. 270 km par heure. بالنسبة للB, je calcule la distance parcourue pendant 2 heures. بغينا نحسبوا المسافة التي ستقطعها هذه الطائرة خلال ساعتين. عندنا القاعدة اللي هي السرعة كتساوي لنا المسافة، لا فيتاس إيكال لا ديستونس سور لو طون، أو لا السرعة كتساوي المسافة على المدة. سيتادير إلا بغيت المسافة غادي نحول هذه المدة من هنا لهنا، إلا كانت هنا قسمة ستتحول إلى ضرب. إذا المسافة تساوي السرعة في المدة، لا ديستونس إيكال لا فيتاس فوا لو طون. ألوغ داي égale la distance égale 270 fois 2 c'est 540 km. عطينا السرعه في المده اللي هي 270 في ساعتين في جوج، عطينا 540 كيلومتر. هذا كل ما يخص التمرين رقم 4. ننتقلوا الان للتمرين رقم 5. اضع علامه امام الجدول الذي يمكن ملء خاناته الأخيرة لماذا؟ إيوا نشوفوا بعدا. هنا عندنا تعبئة البيض في علب، كنقبطوا البيض وكنديروا في علب باش يتباعوا. عندنا علبة فيها 6،
اذا معامل التناسب فين نضرب واحد باش يعطيني 6 نضربو في 6 نتحقق من العدد الموالي 5 في 6 30 صحيحه 7 في 6 تساوي 42 وبالتالي هذا الجدول اعدادهم متناسب 10 في 6 60 معامل التناسب هو 6 واعداد هذا الجدول متناسبه وضعنا علامه هنا نتحقق هو قال لك غير الجدول اللي عنده اذا هذا اللي صحيح ولكن حنا نتحقق ربما يكون عندنا واحد البياج شي ثمانيه كيكون فيهم فخ يقدر يكونوا بجوج 5 3 اذا باش ننتقلوا لهنا لهنا خصنا نقسموا اذا سين بالايام هذه طول دوده القز فاش كيكون في عمرها 5 ايام كيكون عندها الطول ديالها 3 ملم فاش كيولي 7 الايام كيولي عندها 4 ملم الوغ فين تحاول نلقاو معامل التناسب ما بين 5 و 3 اذا الى قمنا بقسمه 5 مقسومة على 3 تحصلوا على 1.66 وهو عدد فاصلة 6 ولكن إذا قمنا بقسمة تعطيني 1.75 هذا إذا قسمت 5 على 1.66 تعطيني 3 ولكن إذا قسمت 7 على 1.66 تعطيني 4.21 إذا ما عنديش معامل تناسب ثابت وبالتالي أعداد هذا الجدول غير متناسب وما قال لنا أضع علامة أمام الجدول الذي يمكن ملء خانته الأخيرة إذا هذا هو الوضع العلامة والخانة الأخيرة هنا لماذا؟ لأن أعداده متناسبة ننتقل للتمرين الأخير في هذه الصفحة هو تمرين رقم 6 البيانات التالية خاصة بتنقل قافلة الرحال في إحدى المناطق الصحراوية المغربية اليوم الأول قطعت 9 كيلومتر هذه الرحالة نهار الأول تمشاو 9 ديال الكيلومتر بعد 3 أيام قطعوا 23 كيلومتر بعد 5 أيام قطعوا 31 كيلومتر هنا كنعرفوا الرحاله اللي ما عندهمش وسائل النقل يعني دي كاميون اللي كيمشيو يعني هزين يعني الرحيل ديالهم على الدابات ديالهم اللي هما كما هو موضح في الصوره جمال او بغال او كذلك كيمشيو على الرجل ديالهم كيسوقوا يعني الغنم ديالهم يعني كيمشيو بواحد السرعه اللي هي بطيئه بالتالي في نهار واحد مشاو 9 كيلومتر ولكن في 3 ايام 9 في 3 ايام يلا 23 اذا باش ننتقلوا من 1 ل 9 درنا 1 في 9 يعني معامل التناسب 9 ولكن ضربنا 3 في 9 غتعطيني 27 وليس 23 5 في 9 غتعطيني 45 وليس 31 اذا ماذا نستنتج ان اعداد هذا الجدول غير متناسبه وبالتالي لا يمكن ملء الخانه المتبقيه هل يمكن ملء الخانه الاخيره لا لماذا لان اعداد الجدول غير متناسب هذا كل ما يخص التمارين الموجوده في الصفحه 99 كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا كنتظر الدعم ديالكم للقناه لانني في امس الحاجه لكم الدعم باش تعطوني حافز باش نزيد اكثر اكيد غتكونوا لاحظتوا التحول ديالي غير ما لقيتش التفاعل الصراحه ما بقيتش كنصور كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده كنتظر لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم والناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد مازال ان شاء الله غادي نطرح الفروض نماذج الفروض والتصحيح ديالها